الحديدة معاناة تولد أخرى ميليشيا الحوث الإرهابية وصيف لاهب وكهرباء في خبر كان مأساة يقاسيها سكان الحديدة يكتوون بحرارة الصيف حرارة تشوي الأجسام تلتهم الأطفال بالدمامل والجروح والتقرحات السكان بحثا عن سبل للنجاة يهجرون البيوت يفترشون الشوارع والارصفة، يلتحفون السماء وشوالات مبللة خوفا من ان تنسلخ جلودهم من شدة الحرارة، يلوحون بالكراتين لعلها تبرد لهيب اجسادهم. ازمة حارقة في ظل ميليشيا الحوثي همها الاول فرض الجبايات على سكان يعيشون تحت خط الفقر واقع أشبه بكابوس، كأن عروس البحر تتربع على فوهة بركان، معاناة جعلت كل شيء حي مهدد بالفناء، وفاقمت أزمات إنسانية تعاني منها الحديدة، لا سيما القطاع الصحي، الذي لم تعد لديه القدرة لاستقبال المصابين، الذين تتزايد أعدادهم مع انقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة، ما أدى إلى تهديد حياة حديثي الولادة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة 45 درجة مئوية ناهيك عن نسبة الرطوبة التي تتراوح بين 70 إلى 85 درجة مئوية في ظل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار خدمة الكهرباء الخاصة وانقطاع المياه والاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها اهالي الحديده وطاه الصيف تشتد مع من يعيشون داخل الصفيح تصبح من شدة الحرارة كالأفران حتى البيوت المعمورة بالحجارة لا يكاد سكانها يتنفسون من شدة الحر والرطوبة حتى وصلوا إلى درجة الاختناق شلل شبه تام في حياة المواطنين ثلاثون ميجا فقط هي ما يحتاجه سكان الحديدة لتخفيف معاناتهم وإنهاء أزمة الكهرباء لكن ميليشيا الحوثي تتعمد اطاله عمر الازمه بهدف زياده معاناه المواطن واشغاله بلقمه عيشه